وبارك لكم الذكرى لآلاف أطفالك ربنا، ونسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم وأن يجعلهم جنة راقية لنا يوم لا ينفع مالهم ولا بنون. كما وأهنئكم بإقامة هذا الصرح المبارك الذي طالته يد الهدم ظلما وجورا، ونشد على صراع القائمين الذين بذلوا جهودا مضنية لإقامة هذا المسجد المبارك. وبهذه المناسبة أو المناسبتين يسعدني أن أقف أمامكم وأشارككم هذه القصيدة مدى النواظر حيث يتسع المدى، مد النواظر حيث يتسع المدى، واصعد بروحك ذاكرا متهجدا، وافتح مغاليق السماء بنظرة ما عاد طرفك ما عاد بابك يا ابن آدم موصدا، واعصر من التاريخ أجود ضرعه قيما تعلمك الكرامة والندى، طالت فصول الهجر واتسع الجفا، فاضرب لهاتيك الليالي موعدا، وأقم بمكة وارتشف من تربها هديا، فقد طابت وربك موردا، قف حولها طوف الخيال مسلما، كل الجهات أمام عينك مسجدا، وإذا بدا البيت العتيق فقل له خذنا إلى حيث الجلالة والهدى، فهناك صب الوحي فيض لبانه، والنور في قلب النبي توقدا، وهناك ركب الحق لعلع صوته وفم الهوى، بالحب جاء مغردا، وتنزل الوحي الأمين بحكمة لتعود مكة للعوالم مقصدا، فتلقف الوحي الأمين محمد، من ذا يضاهي في الزمان محمدا. بحيدر في الخلافة مرشدا، ملأ البسيطة عفة وطهارة، وبعدله دون الأنام تفردا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتسنم الحسن الزكي إمامة، ومضى على درب الهداة مسددا، وبعهده نقضت أمية غزلها، وبدا هنالك من معاوية ما بدا، حتى إذا نعت الخلافة رشدها قسرا وحال المفسدين بها حدا، بلغت أمية بالتوارث سؤلها ويزيدها في المؤمنين تسيدا. ولحرفها من ذا سعى وترصد، أيسوس أمر المسلمين وحكمهم من كان من قيم السماء تجردا، صعد الطريق على أريكة مجدها يرجو الحسين مهددا متوعدا، وهنالك انفجر الحسين شهامة وبطولة ترمو المحرم موعدا، وتقابل الجمعان في ظلال الظبا، ولقاء مدين في الطفوف تجسدا، حمل الحسين النحر طوع يمينه، حمل الحسين النحر طوع يمينه، فكأنه لعصا الكريم تقلدا، ألقت أمية بالتباهي سحرها، وسعت لطمس الحق ما ملكت يدا، ورمى الحسين على فحيح سيوفهم، ورمى الحسين على فحيح سيوفهم
وأصعق بالدماء وتوقد وعلى هدير دم الحسين وبأسه خرت لهيبته الجبابر سجدا. يبعث شرمه فنعيش